لأن النساء شقائق الرجال، فإننا معاشر النساء في مدينة الطاقة في 3/4/2013 قررنا تشكيل كتيبة حرائر سورية الطبية. هكذا جاء إعلان انطلاق كتيبة حرائر سوريا الطبية في مدينة الطبقة، كتيبة تعنى بتقديم المساعدات الطبية والوقوف جنبا إلى جنب مع الثوار، ولتسخر جل وقتها لقضية آمن بها. يوقفوا زلمة لزلمة، يوقفوا 10 لزلمة، نحن بالفرد بس من قاتل، نحن في البارودة بس من قاتل. حرائر سوريا لا يزلن يكافحن لنيل الحق وفرض واقع الثورة من خلال الأدوار التي يقمن بها كل حسب إمكانتها وقدرتها. If we are your people, please stop killing our children. وهذه المرة مجموعة من النساء قررن العمل في المجال الطبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين والجرحى ليكشفنا عن قوتهن الدفينة. لنكون مع الرجال، نشد أزرهم ونداوي جرحاهم ونحطهم على الثبات ومواصلة المشوار. ولن يغيب عن بال أحد أنه مع انطلاق شرارة الثورة سارعت المرأة السورية لتأخذ مكانها الطبيعي فيها، بحيث تعدد نشاط الحرائر من ناشطات في الخارج إلى ناشطات في الداخل، تعملنا على تأمين مستلزمات الثوار من مأكل ومشرب ومأوى، إلى ناشطات إعلاميات وطبيبات تعالجن الجرحى في البيوت والمستشفيات الميدانية.